في كل مرة تعود فيها جيني إلى الجمهور تغير من إطلالة شعرها، وبالتالي يعاني الشعر من الحرارة والتقصف المستمر. ومؤخرا شعر البلينكي بخوف شديد بعد مشاهدة مدى تلف شعر جيني، فقد انتشر مقطع على تيك توك يحتوي على العديد من الصور لشعر جيني موضح مدى الضرر الكبير الذي أصاب شعرها. ففي أحد الصور بدا شعر جيني جاف جدا ومكسور تماما كشعر روزي لين بعد تعرضه للصبغ المستمر. يتمنى البلينك فقط من جيني وليسا وروزي إعطاء شعرهم بعض الراحة لكي يستعيد قليل من عافيته. على الجانب الآخر، بعد عرض الحلقة الأولى من The Idol سرعان ما أصبحت جيني الترند الأول على التويتر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو إنجاز غير متوقع بالنسبة لزهرها كممثلة للمرة الأولى. ولكن تمثيل جيني تلقى هجوم كبير جدا، لأن المسلسل يحتوي على العديد من المشاهد الإباحية لأبطال العمل فقط، إن هناك فئة كبيرة من الجمهور الكوري يحاول المحافظة على عاداته وتقاليده، ولم يعجبهم دور جيني أبدا حتى لو لم تشارك في المشاهد الإباحية كأبطال العمل. ورغم ذلك، كان هناك العديد من المجلات المشهورة عالميا استمرت في الدفاع عن جيني، فقد نشرت مجلة تسكي مقال يصف جيني بكونها ممثلة من الدرجة الأولى، بينما نشرت مجلة نايلون مقال كامل تدافع فيه عن جيني ضد الكارهين. وعلى الجانب الآخر، نشرت أيضا مجلة نيويورك تايم مقال كامل عن جيني كممثلة في The Idol، ولكن كان عنوان هذا المقال في قمة الاستفزاز. ففي المقال قيل أن جيني لم تكن العضوة الوحيدة في بلاك بينك التي تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى، ولكنها كانت الأكثر مهارة وتميزا. وقد تسبب هذا المقال في غضب البلينك بشدة، لأن المقارنة بين جيس وجيني لم يكن لها أي إضافة أو معنى، ولا حتى يمكن المقارنة بين دراما كورية ومسلسل غربي. وكان بإمكان مجلة نيويورك تايم مدح جيني دون توريد جيسو في هذا الجدل. على الفور تذكر المعجبين رد جيسو الحكيم على هذه المواقف، حين قالت في برنامج ليونجي: نحن كمجموعة لا نهتم كثيرا بالتعليقات، بل نصنع النكات عليها ونستمر في الضحك. ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.